هقولك النهاردة على مشروع هيكسبك بالظبط 1,200,000 جنيه في سنة واحدة، ودي أرباح مضمونة 100%، بس هيكون برأس مال 98,000 جنيه، يعني اللي هتدفعه هيترد لك أضعاف مضاعفة في سنة واحدة بس. ما تقوليش بقى لا بورصة ولا شهادات ادخار، المشروع ده أحسن استثمار. بس لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن المشروع ده وإيه يضمن لك نجاحه، يبقى تابعوني لآخر الفيديو وأنا هقولك. شباب كتير بيحلموا انهم يفتحوا مشاريع بدل روتين الوظيفة ومرتباتها اللي مش بتكمل اصلا اخر الشهر، لكن للأسف بتواجههم عقبة وهي رأس المال. وطبعا فكرة المشروع ناجح يضمن ليك المكسب السريع، علشان كده جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرح بعض الافكار لمشروعات الشباب اقل تكلفة وبأعلى ربح كمان، منهم مشروع تصنيع غلايات مياه متطورة يناسب الاستخدام في الفنادق والمحلات المرتبطة بالصناعات الغذائية والكافيتيريا واماكن التجمعات في المدارس والجامعات والمصانع والشركات والمؤسسات، خصوصا ان الغلايات من اكتر المنتجات طبعا في كل الاماكن والمنازل. احجام الغلايات بتختلف حسب استخدامها، وعموما هي بتبدا من لتر واحد لحد 10 لتر باحجامها المتنوعه، بس علشان تعرف تعمل غلايه لازم تستخدم الات ومعدات معينه كماكينه حقن البلاستيك ومقص المعادن وماكينه الدرفله والمكبس اليدوي والمسقاب وجهاز لحام ارجون وبعض العدد اليدويه، بس لازم تشتري معدات زي الواح الستانلس ستيل ومواسير الالومنيوم وترموستات وسلك حراري ومفتاح تشغيل ولمبه بيان ومواد عزلة واكسسوارات وادوات تغليف. وعلى فكرة الجهاز قال ان المشروع ده محتاج شهر لحد ما يؤتي ثماره، كمان لازم يكون شغال فيه 5 اشخاص. اما بالنسبة لرأس مال المشروع فانت محتاج على الاقل 262,000 جنيه، الجهاز هيقدم لك منهم 164,000 جنيه تقريبا، وده هيكون قرض، يعني انت مش هتدفع غير 98,000 جنيه. بس استنى، رأس المال ده هيترد لك اضعاف مضاعفة من المشروع، لان حجم مبيعاته السنوية المتوقعة في السنة الاولى 1,230,000 جنيه، لا وممكن توصل بعد 5 سنين ل1.7 مليون جنيه. وعلى فكرة دي أرباح مضمونة 100%، والأرقام اللي بقولك عليها دي مدروسة، لكنها ممكن تتغير بشكل بسيط مع تغيرات السوق ووقت التنفيذ الفعلي. وحسب الدكتور محمد الشواتفي أستاذ التمويل والاستثمار، قال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر الأنسب للشباب، وده أصلاً اتجاه الدولة في إيجاد وظائف للمواطنين، بس لازم الشباب يخلقوا لنفسهم فرص برضو من خلال المشروعات اللي بيطرحها الجهاز، وما تخافوش هو هيساعدهم في تنفيذها وهيتابعها لتحقيق عائد مادي محترم. اما لو عايز مشروع برأس مال اقل شويه فعندك مشروع المنحل، وده بقى لانك مش هتحتاج له محل ولا تدفع ايجار او ميه ولا حتى عماله، يعني ارباحه هتكون صافيه ليك 100% لانك هتفتحه فوق سطح بيتك. وحسب السيد خضر خبير اقتصادي قال للوطن ان مشروع المنحل يعتبر من اهم المشروعات في الوقت الحالي وبيناسب جميع الفئات، لانك ممكن تبداه بمبلغ صغير جدا نسبيا وهو 10,000 جنيه، وقال انك ممكن تحقق ارباح كبيره من بيع عسل النحل لان سعر الكيلو بيتراوح من 125 جنيه ل 150 جنيه، اما سعر الكيلو من غذاء ملكات النحل يتخطى ال 500 جنيه. علشان كده المشروع هيساهم في رفع مستوى المعيشه، بس علشان تاخد ارباح كبيره في وقت قصير ممكن تبداه ب 50,000 جنيه، وساعتها الربح هيكون 15,000 جنيه في الشهر. وقال ان المشروع ميزته ان الانتاج والارباح بيتضاعف في وقت قصير جدا، ممكن يعدي ال 100,000 جنيه ربح بعد 6 شهور. دلوقتي قول لنا ايه رايك في مشروع الغلايات ومشروع المنحل.